تدري إنك إنسان عظيم جداً؟ تدرين إنك إنسانة عظيمة جداً؟ تدري إنك إنسان غالي؟ تدرين إنك إنسانة غالية؟ أنا أبغاكم تستشعرون هذا، أنا أبغاكم تفتخرون بهذا، أنا أبغاكم تعتزون بهذا. يقول الله عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ويقول عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لو كل الناس قالوا إنه هذه المشركة أفضل من المسلمة، أنت عند الله أفضل. ولو قالوا الناس كلهم على بعضهم إنه هذا المشرك أفضل من هذا المسلم، أنت عند الله أفضل. فاعتزوا بإسلامكم وبإيمانكم. تبغى تكون أفضل عند الله أم عند المخلوقين؟ أكيد عند الله. أنا أبغى أدخل الجنة بس، أهم شيء صح؟ الحمد لله رب العالمين. الشيء الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن. تخيل مؤامرة، اجتماع، هذا الاجتماع في إنس وجن. تخيل أهل السماء وأهل الأرض صار في مؤامرة واجتماع على إنهم يسفكون دمك. إذا سفكوا دمك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. الله أكبر. شفت إنك أنت إنسان غالي؟ شفت إنك أنت إنسان عظيم؟ استشعر هذا. تخيل الجنة عرضها السماوات والأرض، يعني مين راح يدخلها من البشر؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم، وأنت جنة عرضها السماوات والأرض. وأكب الله عز وجل أهل السماء وأهل الأرض في النار لما اشتركوا في دمك وأنت مؤمن. شفت كيف؟ شفت كيف إنك أنت إنسان عظيم؟